لأن كريم يهتم براحة بلال، قدم له وسيلة يقيم فيها الكابتن اللي ركب معه عن طريق اختيار النجوم اللي تعبر عن مستوى كل رحلة. وإذا قيم بلال الرحلة بأقل من 3 نجوم يذكر السبب باش كريم يتطور من خدماته، وإذا كانت ممتازة فعدد النجوم يزيد. كريم من رأيك استفاد باش يضمن لك راحتك، خليها على كريم. يلا معنا.